اوبا سيف سيف يا اوبا اهل عدمه دي كلها سيف سيف. شلونك طال عمرك؟ حياك الله. سكتم ان شاء الله. اذا ما عليك امر ترتاح معي تفضل. تفضل معي طال عمرك تفضل 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 تفضل. يا مرحبا يا مرحبا. والله يا انتم انتم فهد ما اثق. والله والله واللي يرفعها سبع. انا احس في دبابيس كذا عادي. والله اللي يرفعها سبع برخاها سبع. نعم. ما في حاجه. أقعد. والله ما في شيء. تبغى اقعد قبلك؟ اقعد قبلك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. قعد قبلك. ابى اجلس هنا محلك. تفضل. ما اظلمك. يا مرحبا يا مرحبا. كنت سويت التمويه. يا مرحبا. مساك الله بالخير. الله يا. شلونك طال عمرك؟ يلا. مساك طيب ان شاء الله. لا. عندنا مخطط الله يسلمك ويرفع شانك في الحي التاسع. حلو. هذا باسم عمر حي التاسع. حي التاسع. واضح مالك شغله؟ مالك مش شغله ابدا. طيب تجيب سيارات. عندي ديدسون 2003. اي 2003 في الحي التاسع. تطلع عود عليك. شو نسوي بعد؟ اوخ امنيت في خمس ثواني. امنيت في رات عليك. كودي اخدمك والله. والله العظيم. تبي ولا بلو؟ تبي ولا سخن؟ دعوة أمنيتي. طيب خمس دقائق خلاص راحت عليك. خمس ثواني قلت لك أنا. لو أنك قلت لي تبي كان إذا أنا بحاول أطلع. وين؟ وين تروح؟ أنا نسيت ترى على فكرة وجود. ها؟ وين تروح؟ عاد يا رجال. لا بطلع أقصد يعني اللي يتابعون أخواننا وما بيعلم علينا. تعلمون يا تعلمون يا يا إيش في؟ يعني أنت لازم تفوكس على تعلمون يا دونات ما راح يعلمون عليك. لازم تفوكس عليه ما تفوكس عليه. لا يا أخي تعلمون يا غرش الما ما راح يعلمون. بروح لأمي بروح لأبوي بروح. أبي أمي أبي أمي أبي أبوي بدي أحس إن مطلع مش جرى ما حد دق اتصال ما حد دق علي اتصال اتصال ما دقه بيني بينك يا عيال أحس هم أحس إنهم كارهيني مثل ما أنتم كارهيني. أنا أحس كذا حتى ما تقول الله راح بلشنا في البيت. أنت كنت تقول من ليش أجر البيت ولا أوه الله يا قتم ضاله بدينا ما يروح والله يا عمر انقضى بين الاماني والجروح قولوا لجدران البيوت كنا حبايب قصرى واليوم ما للحب صوت ما حد عين الثاني درى. هذا شو ده ولا؟ نوعا ما. ايش معكم من علم؟ والله توصلت لي. ما عاد صرت ما عاد صرت تمام من هنا. انا والله ما انا اي احد تحس بيطلع لك فهد من هنا او بيطلع لك عبد الله شايع من هناك ينقز قزم يرثمك. والله العظيم اني اشك انكم مسوي فيني شيء مقلب ولا ذا انتم. والله اني 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 على على صوت نية. على شنو؟ نيتي صافية. انا نيتي صافية. انا قلبي ابيض. انا قلبي ابيض. انا مسكين. انا شباب ما ادري ايش في ميكروفوني. ليه؟ ليه تعطيني؟ اغرتها هو استغفر الله العظيم. تذكرت صوره اول احنا خوات الدنيا جايبين حيتين نسوي على بعض. شفتها شفتها. احنا خوات الدنيا. انا تكتب انا وفهد يعني هذه اسقاط انا راح سام ما اقبلها. تجي خوينا ذاك. الله اكبر. اعطني سؤال تحس اني بنحشر فيه ما راح اجاوب على طول. ها؟ اعطني سؤال تحس انك تحشرني فيه وما راح اقدر اجاوب على طول. لازم اتأتأ. اي اسالك بتجاوب ولا لا؟ بجاوب. بتجاوب؟ عادي؟ عادي. انا ترى عارف الاجابه بس ابي اسال. روح ادعس. والله؟ ادعس. الفقرة زياد الشهري. ها ها حلو. كمل سؤالي ولا لا؟ كمل سؤالك. اكمل ولا لا؟ كمل روح. واضح السؤال انه حار هوت حتى نزل الجكيت. الله المستعان. اسال. انا ما راح اسالك اياه. اسال والله انت اسال. والله انت اسال. ما هو بين اللي يضرب الريوس اليوم انه غزا. لا كلام. اسال اسال والله انه عادي. روح روح روح. انا قلتها فقرة زيادة يعني عاجز اقولها هنا. لا ما قلتها فقرة زيادة. اي اعطيك سؤال. زيادة ايت على الجواب. وش السؤال بالضبط؟ يختص بايش بالضبط؟ انت شو قايم؟ انت شو متوتر؟ انت شو متوتر؟ تعرف هذا اللي يعطيك حبنا يقول لك ايش متوتر؟ اوه انضغط وهو وذاك ما بحوله. لا لا خلنا خلنا من ذا خلنا من ذا. ادعس والله يروح روح ما عليك. لا لا خلنا من ذا. اسمع تقصد اللي يكره؟ لا جيم جيم السؤال ذا يلا مشي. إيه؟ انت هذا تقصد صح؟ لا لا والله انه هذا. لا لا ليش تحلف ليش تحلف ليش تحلف؟ او الثاني حق الهذا. لا 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 ليش انا اقصد حق هذا. حق قول والله انك تقصد حق اقصد هذا. قول والله. اي هذا. احلف. ادري ادري هذا ما هو بشيء. تبغى اعطيك الاسم؟
لا إيه اسمع اسمع انا خلاص بخرب لا 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 والله لا اعطيك لا والله تكفى والله تكفى اسمع قول لي بس بقول لك حاجه اذا انك قاعد كاتم حاجه وانت خلنا نسولف كاتم حاجه مع حاجه اسمع اسمع اللي اكرم شاري عمر الله خلاص الحين بصريح العباره الحمد لله يلا سوي كذا بذكاء اقطعها هذه شطره والله لا شطره كذا ادري بس هذه اللي قاعد تسوي شطره لا بالعكس يطفش طلع وجهك من هناك طالع من هناك وجهك طالع من هناك وجهك وانا طالع من هنا وجهي وجهي اسمع متوتر من شغلك متوتر من شغله مداه لازم اطلع فين عرية ولا غربية ما ادري ما ادري شنو لازم اطلع موضوع ضروري مرة والله شوف مو شفت موضوع ضروري أول شيء ترى إنه لي فترة ما شفت أهلي تمام شيء ثاني أهلي تعبانين وأنتم ممكن تقدرون لهم ثلاث أيام صادق والله العظيم إن عموما بكلم ناصر إذا جاء والله إذا جاء بكلم ناصر خش يا محمد في الإدارة خش خلاص أكلمهم جيت قبل شيء رجال قلت مجتمع اجتماعات شنو خليته لو تبغى كلنا ندخل معك عادي لا 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 ما وناصر مو برادك إن درب الموضوع والله ما يردك أنا عن نفسي ما أحب أحرج الشخص اللي قدامي اجيب احرج احط لا لا بس انت دام عندك ظرف احل انا استانس لما تستانس لما كذا جتني تعال سم خذ رح ما هذه اي اما سوالف اني انا والله اطلب الشغله وكذا ما احب ما ارتاح شوف انا عندي حاجه في حياتي مو بقاعده طبع فيني لو ادري ان فلان هذاك حلو لو طلبت حاجه 20% يمكن يرفض والله ما اطلبها ما بطلب الا ادمي انا عارف انه ما بقى الا انا دنا ما بقى الا ان شاء الله فابوي ابو عبد الله يعني ما قصر مع اي واحد منا ادري انه ما قصر ابدا وانا والله ما بقصر معه يعني ما ادري انا احس انه حتى انا بعد يعني ودي اخليها مثلا الايام الجايه ولا شيء ما عندي امل ان هي بتجيني مش انا اللي بجيها فهمت الفكره الفكره بتجيني مش انا اللي بجيها يا رب والله قاعد اقعد على عمر قاعد استحقر نفسي ترى عندك جالس هذا دقه امه هذا جاء ابوه هذا جاء مدري من هذا جاء شاري عمر جالس يبكي بعد مرحبا مرحبا يا مرحبا يا كل والله العظيم انك شرفتنا ابكي والله العظيم ان انت ابونا انت ولد لا عادي عادي تحصل تصير انا جالس داركم دقوا تصير تصير عادي سوي شيء ما يبطل سيل لما كبروا يا رجل يا رجل يا رجل والله اقصر قصه مؤلمه ارجع بقول شغله خلاص لا تقول شغله واضح تنترت لين قلت امين خلاص لا كنترولك يقولك لا والله لا لا خلاص خلها جل يا رجل خلاص خلها ايوه تقول لي وش ما شاء الله اللون هذا وش يلو يلو اللون يلو يلو صح يلو يلو هذا بلاك يا انا ادري ما يبوني بس انا بروح له اصلي اذا جيت انت تحسبني اروح شاري يا هلا احنا نشوفك لك اربع ساعات غايب عن البث بس انت غايب عن البث طيب انا جايكم قدر ان انا جايكم انا جايكم هي انا لما جيت يا مرحبا والله يا اخي والله يا اخي انت جالس في البرنامج يا مرحبا يا مرحبا تقعد تقعد تفضل كذا شوف كل شيء واحد يقوم بعد تك على الجوال هي الدنيا اللي بتعذب ابوي كذا ابوي ابوي كذا يقول ان مصلحتي عشان مصلحتي والله جيتك ما طلعت من برنامجك مصلحتك تقعد على البث صدمت عمر والله صدمات عمر مرات علي ولا حسبت انا امي يقول انا بيهم بابا ماما لا لا امزح امزح والله امزح بس ان شاء الله يا رب يا رب يا رب يسلمك صدق ودي اروح قبل لا اطلع برايم راح تطلع تروح يوم انت كذا الحمد لله بس يا ابشرك وصلت 62 يوم يعني بدعت ابي 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 على الاقل اطلع وانا اوه مشاري مره جوهنا في البرنامج عرفت النظام نفسكم كذا تشوف المقاطع طلع يركض رايز والله بيني بينك اقسم بالله شعور ما شعور لا ضربه اللي تجي من عبد الله الفريدي ما تعود لك شنو شنو ضرب الحبيب لبيب ضرب الحبيب نفس اكل الزبيب الا ما انا مو بضرب حبيب قصدك الزبيب الله يمسك ابو